الملتقى الإقليمي لإذاعات الشباب عبر ورشات خاصة بشباب والرياضة والشؤون النسوية ورياضة الأطفال. ابتسام إدريس ومحمد الفضلي. موقعها الاستراتيجي وسط مدينة تازة جعل من ساحة 20 غشت معلمة تاريخية مليئة بحكايات إشعاعية، والإبداع تجدد خلال الملتقى الإقليمي للشباب تحت شعار شباب تازة إبداع متجدد. احنا كنشكروا هاد الناس اللي نظموا بحال هاد الملتقى اللي كيحتفل بالشباب اللي كيبين فيه الابداعات نتاعو الفنيه والرياضيه والثقافيه، وكنلتمسوا منهم باش يبقاو يكرروا لنا مثل هاد الملتقيات. الهدف منه هو ابراز الانشطه والادوار والخدمات الاجتماعيه اللي كتقوم بها المديريه والقطاع ككل، ويكون واحد الفرجه وتيح لواحد المجتمع المدني والساكنه انهم يعرفوا القطاع الشباب والرياضه والادوار ديالو داخل المجتمع المدني. ومن بين أهم الورشات أيضا الصالون الفكري والروبوتيك والذكاء الصناعي وورشة السلامة الطرقية، وفي الميدان السينمائي الفيلم التربوي كان حاضرا إلى جانب ورشات الأندية النسوية والمنافسات الرياضية التي شهدت إجراء مباريات في كرة القدم فوق أرضية ملعب متنقل. الهدف منه هو اننا بغينا نخرجوا جميع شعب والتدخلات اللي كنديروها للناس في ساحات عموميه باش كيتعرفوا على الانشطه اللي كنقدموها داخل القطاع عبر مجموعه ديال الورشات، ورشات كتهم الشباب، ورشات كتهم قطاع رياضه، ورشات اخرى كتهم المراه والطفوله. تأطير الشباب والطفولة ومنح الفرصة لنساء أبدعن وتفنن في جميع المجالات كان الهدف من تنظيم هذا الملتقى، حتى ينجح في خلق جيل مبدع يسير العصر ويكون رافعة حقيقية للتنمية البشرية.